أي حد يشوف شاب دلوقتي فتح مشروع وبيأكل لقمته بعرق جبينه لازم يرفع له القبعة. وأنا النهاردة عند مجموعة شباب فاتحين عربية للبرجر في المقطم، بصراحة يستاهلوا ألف تحية. شباب مجتهد ومحترم جدا، وتروح هناك تلاقي دايما عليهم زحمة من الكواليتي والنظافة واستقبالهم للناس حاجة رهيبة. العربية اسمها كريزي برجر، موجودة في شارع 9 في المقطم، وانا النهاردة رحت لهم عشان ادوق البرجر بتاعهم اللي كل اهل المقطم بيحكوا ويضحكوا عليه. البرجر عندهم 200 جرام وكمان محشي جبنة، وبيعملوه سنجل ودبل، والمنيو بتاعهم زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي، منيو غني جدا بس الاسعار في متناول الجميع، وكل الناس هناك بتمشي مبسوطة من عندهم. تحية ليوسف والشباب اللي معاه، ويلا بينا ندوق احلى برجر في المقطم عند كريزي برجر. وما تنسوش تشجعوني بلايك وشير ودعوة من قلبك بالخير، يلا بينا. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهارده عند عربيه كريزي برجر اللي موجوده في المقطم في شارع 9. انا شيك حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الاول بس بقى قول لي تاريخ العربيه. هو احنا بادئين بقالنا سنتين، تمام؟ بدانا مشروعنا في مقطم فوق عند مصري تامين، تمام؟ وبقالنا هنا بالظبط بقالنا 8 شهور واقفين عند كشري ابو حنفي في شارع 9. يعني هم قدام كشري ابو حنفي على طول. اه ما شاء الله عليك، الله يخليك. قول لي بقى بتعملوا ايه؟ بنعمل برجر تشيكن، بنعمل برجر بيف، تمام؟ اصنافنا 4 اصناف: اوريجينال بيف، اونيون بيف، كريزي بيف، لافي بيف. كم شاب واقفين هنا؟ يعني كلنا كده حوالي 5 افراد 6 افراد بالدليفري. ما شاء الله عليك. مين صاحب الفكره؟ هو صاحب الفكره كان حد صاحبنا، كنا بنتفرج على التيك توك، شفنا عربيه اسمها عربيه ريبوبليك برجر، تمام؟ فشفنا الفيديو وعجبتنا الفكره فقلنا نصممها انا ويوسف. ما شاء الله بدأناها في النصر، بعد كده الحمد لله المشروع كبر معانا يعني وفتحنا. ما شاء الله هنا يعني ربنا يوسع عليكم ويزيدك. انا جاي بقى من بعيد قوي عشان ادوق البرجر بتاعكم ده. الله يخليك يا رب، ونشوف بقى اخباره ايه. الله يخليك حبيبي يا شيك. كل سنه وانت طيب. مش عايز اعطلك عشان هو اللي ماسك الاوردرات وماسك الليله كلها حبيبي. كل سنه وانت طيبين. طيب خدت الهديه وجيت فرتكه طبعا. طبعا. اسمك ايه؟ محمد. وانت؟ يوسف. على صوتك عم يوسف. طيب قول لي جايين تاخدوا ايه من هنا؟ والله يا اخت الصغيره عايزه اكلات الطلب ده اللي هو اونيون تشيكن. حلو، انت هتاخد ايه؟ برجر. سمعت عنها فين العربيه؟ لا انا ما اعرفش يا اختي، بتيجي هنا على طول يعني ابعتك اصلا. ناخد برجر لحم. ايوه يوسف اختارني خلاص. حبيبي قول لي الاول اسمك ايه؟ محمد. حبيبي حماده، انت بتعمل ايه بقى؟ بشوي البرجر على الفحم. انت المسؤول عن الشوي على الفحم؟ ما شاء الله. البرجر ده كام جرام؟ البرجر دوت 200 جرام. محشي؟ اه محشي جبنه. الله اكبر عليك. ما انا جاي عشان تدوقني بقى. لازم كلنا نقف في دار الشباب اللي بيسعى على لقمه عيشه وبياكلها بالحلال. احنا جايين نجرب كده، وكل الناس ان شاء الله تيجي تجرب هنا في المقطم شارع 9 قدام كشري ابو حنفي على طول. حماده عامل ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. انا هخطفك بسرعه كده، قول لي انت المسؤول عن ايه؟ البطاطس والستيكس والاونيون والفراخ، اي حاجه. انت مسؤول عن حاجات المقليات كلها؟ كل المقليات. ما شاء الله عليك. قول لي انت فكره ان البطاطس بتحط ما شاء الله كميه كبيره انتوا. تمام. البطاطس دي طبعا شركات ستو بتنوها غير الرفيعه، شايفها مختلفه بومفريت، بتبقى درجه اولى كمان ان شاء الله عشان يطلع كواليتي كويسه. بس ان شاء الله ربنا يبارك لك. بتدرس ولا خلصت؟ لا بدرس. ايه؟ في معهد الكره الجديد في التجمع. يلا يلا باشا اشتغل عشان دواقوني. 19 معاك. اتفضل يا باشا. حوده معاك. عامل ايه؟ 14. الحمد لله. انا عارف ان مش عارف اتكلم معاك دي بس ماشي. اتفضل قول لي عامل ايه؟ الحمد لله. بتدرس ولا خلصت؟ لا لسه بدرس. فين؟ في معهد القاهره. وعايز ما فيش ده على اي شيكه. معهد القاهره. ما شاء الله عليك. انت واقف مع يوسف هنا والشباب ما شاء الله. يوسف واقف هنا قدام الكاميرا ما شاء الله. ماشي. كان معاه اوردر انا ما اعرفش مين. انا عارف ان انتوا في ضغط عيد وبتاع بس ربنا يا رب يوسع عليكم. 14 مسجلوك تحت البت. الساعه كام؟ يعني نبتدي تحضير من 4:30. تمام. لا 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 نبتدي تحضير من 4:30 ونبدا نفتح الساعه 6 كده. ما شاء الله. قول لي اكتر حاجه بتطلب هنا، اللحمه ولا الفراخ؟ برجر اللحمه ولا الفراخ؟ والله هو الاثنين كويسين بس الطلب اكيد طبعا يبقى على اللحمه اكتر. اللحمه اكيد. ما انا بقى جاي انا ادوق، فانت الدواني اللي انت بقى عايزه. بيقولوا لي ان هي 200 جرام. اكيد ما شاء الله. حلو.
الهدف من الموضوع اصلا فكره الشباب ان الشباب واقف فاتح مشروع زي اللي انت شايفينه ده. ناس كتير بتقول مفيش شغل, بس اللي بيدور على الشغل ربنا بيكرمه, والقرش الحلال دايما بيتعب ظهرك بس عمره ما يكسر عينك, ودول مثال اللي احنا فيه دلوقتي. الشاب بيتعب ويجتهد عشان لقمه العيش. تعالوا بقى ناكل من كريزي برجر, احلى برجر في مصر. واخيرا جبت الساندوتش بتاعي, بصوا هو ده اهو زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الشباب عاملين مشروع هايل بجد والله, وانا بحييهم جدا. دو بقى, بصوا بقى انا بقطع دي كده اهي, حطيت لي اونيون, حطيت لي برجر. البرجر بتاعهم 200 جرام, يعني الساندوتش ده 200 جرام. تعالوا بقى ندوق نقول بسم الله. وحطيت صوصات كتير قوي وبطاطس كتير برضو جدا. هاكله ازاي ده؟ ان شاء الله البرجر كبير جدا في الساندوتش, وحاطين كمان الاونيون موجود قطعتين, وجاب لي دي, جاب لي سبيروس باتس, قال لي احنا كلنا هنا مقطعين. فانا بحيي, اوعي توعي, فبحييهم جدا على سبيروس باتس, لازم نقاطع للاخر. طول على الدليفري طبعا اهو. قول لي الاول اسمك ايه؟ اسمي احمد. بتودي دليفري فين بقى؟ قول لي العربيه بتودي لحد فين؟ بودي زوم المقطم كله, مدينه نصر التجمع, والحي السادس, والحي العاشر, ايوه, والرحاب. بودي كل الاماكن, بودي السيده زينب والسيده عائشه والعزبه. فاهم, وشغال زوم المقطم وشغال لوحدي والحمد لله. ربنا يا رب يوفقك. في شغل اوردرات كتير وكويسين الحمد لله. الناس بتشكر في البرجر ده؟ الناس بتشكر طبعا فيه, واللحمه شد من الفراخ شويه. تمام, بس قول لي رقم التليفون فين؟ رقم التليفون 011-26-56-88. الفيديو الجاي ما تنسوش المتابعة والشير كتير جدا. سلام.